عليكم، ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. مؤخرا للاسف انتشر موضوع الحاجات المضروبه، المكملات المضروبه، الاسترويدز، الهرمونات المنشطات المضروبه، بقت يعني حاجه مبالغ فيها قوي. يعني اساسا الظروف بقت صعبه والرياضه مكلفه، كمال الاجسام مكلفه بالعموم، وناس كتير سابت الرياضه بسبب التكلفه الماديه، فيجي اللي لسه ما سابهاش يروح يشتري حاجات مش اصليه، يعني حاجه بجد تزعل يعني. فانا بستغرب ازاي اللاعب ممكن يشتري حاجه مش اصليه، هرمون مش اصلي، ازاي يعني ازاي حد يقدر يضحك عليك؟ انا بستغرب في دي، في حاجه اسمها السيريال نمبر، في اللي تشيك، في حاجات كتير قوي محدش يقدر يضحك عليك في استرويدز مش اصليه. فتعالوا نشوف الكلام ده سوا دلوقتي، ناخد القاعده ازاي تشيك على حاجه، وبعد كده انت هتعرفها براحتك لوحدك بعد كده، تمام؟ اول حاجه واشهر شركه دلوقتي في مصر شركه تايجر، شركه تايجر فارما، تمام؟ دي شركه تايجر. إيه، انا مش هقول لك شيك على السيريال بتاع تايجر، مش هقول لك اي حاجه، بس لحد تاريخ الفيديو ده، لحد اللحظه اللي انا بصور فيها الفيديو ده، النهارده 30/12/2017، لحد يوم 30/12/2017 مفيش علبه تايجر فارما في مصر واحده بس امبولات مضروبه. كل الامبولات من تايجر اللي في مصر اصليه. طب بالنسبه للفايلات زي دي، والله باعت شاريه يعني ودافع عنه، مش جاي لي الله والوطن شاريه عشان الفيديو. المهم الفايل ده كده، ده المفروض ده فايل من شركه تايجر فارما، تمام؟ وبالمناسبه عليه خدش، ده مضروب، مفيش فايل واحد من تايجر في مصر اصلي، تمام؟ بالمناسبه عليه سيريال، لو جبت شايل تخدش السيريال ده مش بيتخدش، ولو جيت تخدشه باي حاجه، لحظه كده، لو جيت تخدشه مثلا بضفرك مش هيتخدش، لو جيت تخدشه باي حاجه قطعنا الكرتونه وضيعنا الايه؟ وضيعنا الرقم اللي تحتها للاسف. ده معمول في مصر بالمناسبه، الفايل ده ثمنه 90 جنيه، اوكي؟ ده جمله ب 90 جنيه، اوكي؟ فيعني هو زيت اكل عموما يعني. فيا جماعه اي فايلات من شركه تايجر ما تدخلهاش جسمك، دي اول حاجه. تاني حاجه شركه اليفانت فارما مثلا على سبيل المثال، شركه اليفانت مشهوره لان انتاجها معقوله ورخيصه، مفيش منها امبولات، كله فايلات، الاصل منها فايلات والمضروب منها فايلات، اوكي؟ تمام؟ ده مثلا من اليفانت، دول مضروبين ودفع ثمنهم، والله ده في كل فايل يعني الفيديو ده مش عايز اقول كلفني كام. المهم دول مضروبين وده اصلي، ده اصلي على فكره، ده ودول انا استخدمتهم شخصيا. بالمناسبه قبل ما انسى، بخصوص شركه تايجر، لو جيت تشوف الشكل ده والشكل ده هتلاقي دول انتاج 2015، هتلاقي ده متغير شويه انتاج 2016، هتلاقي انتاج 2017 متغير غيرهم خالص. عادي، هي الشركه بتغير الشكل كل سنه عشان محدش يلحق ايه يقلده، وهوريكم صوره 2017. لكن المهم ان هي تبقى امبولات، وهنشيك دلوقتي عليها وهنشوف ازاي تتاكد انها اصليه. بالنسبه بقى نرجع لإليفانت، ده مضروب وده مضروب وده اصلي. طب هتعرف ازاي؟ بص، في حاجات كتير قوي اسهلها دي. انا كنت ده، بص يا رب يكون الكلام ظاهر على الكاميرا، هنصورها لكم صوره واضحه برضو. ده الاصلي وده المضروب، ده عليه كيو ار بس كده، اللي هي الخريطه دي اللي هي كيو ار، بتيجي بالكيو ار ريدر كده، ده عليه كيو ار وتحته الخدش، خدش اهو بيتخدش اهو، ده الاصلي، ده اللي عليه خدش ده خلاص 100% اصلي، اللي ما عليهوش خدش وعليه كيو ار بس ده مضروب. فيعني حرام تدخله جسمك، وحرام ما تتاكدش من الحاجه اللي انت بتدخلها جسمك. المهم فدي تاني حاجه. في بقى بالنسبه لشركه، فالوقت هنشيك على كل حاجة. بالمناسبة الفا فارما، الفايلات من شركة الفا فارما شمال مش اصلية مضروبة، الامبولات من الفا فارما كلها اصلية، اوكي؟ انا للاسف مش ما جبتش في الفيديو علب من الفا فارما، لان العلب دي انا اللي مستخدمها، والبلدان 400 الف انت ده انا اللي مستخدمه، فانا ما بستخدمش الفا يعني، فمش حاول مش هفتح علبة اشيك عليها عشان الفيديو بصراحة يعني. دي شركة كوفارما فارما الأوكرانية، الشركة دي لسه جديدة وأسعارها رخيصة جدا ونتائجها كويسة، ولسه ما شفتش منها مضروب، وبرضه هنتعلم إزاي نشيك عليها. دي ميديا تك، كل أغلب 90% من اللي في مصر من ميديا تك فايلات. بالمناسبة الحبوب دي مكتوب عليها إيه؟ كلين بترول. الحبوب دي من شركة ميديا تك، العلب دي اللي هي الإزاز دي، إزاز
الازاز دي مضروبه، اوعى تشتري اي حاجه من شركه ميديا تك ازاز. اوكي، دي مضروبه، دي مضروبه. انا في قلبها ايه بصراحه ما اعرفش، يعني هو الراجل بيبيع دي ب 50 جنيه و 60 جنيه اللي هو التاجر بتاعي الصيني، بس انا ما اعرفش في قلبها ايه. تمام، دلوقتي هنشوف سوا ازاي نشيك بقى على الحاجه من على الموقع الرسمي للشركه المصنعه. دلوقتي يا جماعه ان شاء الله هنتعلم ازاي نشيك على الحاجه من على الموقع الرسمي بتاع الشركه المصنعه للمنتج نفسه. زي ما احنا قلنا الامبولات دي من تايجر اصليه، والفايلات دي زي الفايل ده كده مش اصلي. المهم ازاي نتاكد ان العلبه دي فعلا اصليه. تمام، هنا بيبقى طبعا احنا خدشنا هنا الكود اهو، خدشناه وتحته رقم. اعمل فوكس فوكس فوكس، معلش خد يمليني دي كده الرقم ده. تمام، 3 8 3 8 5 4 5 4 7 4 7 4 9 6 1 7 1 7 4 1 5 1 5 1 0. تمام، تعالى نعمل ان ايه، نضغط على تشيك نشوف هيقول ايه. اهو قال لك ايه، اوثنتيسيت برودكت، اوكي برودكت از اوريجينال، المنتج بتاعك اصلي يا معلم واضرب. لا مش هضرب يعني، انا اللي بجود من عندي. المهم ايه، جاب لنا رساله ان المنتج اصلي. تمام، ده اللي هي العلبه دي. تمام، طيب لو جينا بقى نشيك على الفايل ده اللي هو مش اصلي، للاسف اساسا انت ما انتش عارف تخدشه. يعني انت بص جيت تخدشه فقطعت الكرتون، هو ما بيتخدش اصلا. يعني هي المشكله ده ما بيتخدش، يعني مش هتعرف اساسا تشيك عليه. المهم ان انت ما تستخدمش اي فايلات من شركه تايجر. تمام، تعالوا بقى نشوف شركه اليفانت. تمام، دي شركه اليفانت فارما. تمام، اللي عليه كيو ار بس ده من شركه اليفانت، اللي هو عليه كيو ار بس ما فيش عليه خدش، ده مضروب، ده من شركه اليفانت ده مضروب. طب الاصلي، ده الاصلي هتلاقي عليه كيو ار اهو، وتحت كيو ار خدش هنا كده ايه اللي هو ده، اللي هو الخدش ده اللي هو خدشناه وباين رقم. ايوه ايوه ايوه، الموبايل مش هيعمل فوكس. المهم ايه، ده المضروب يا جماعه وده الاصلي من شركه ايرفان. طب تعالى نشيك كده عليه. طب ده لو عايزين نشيك عليه، واحد عايز يعرف ان ده اصلي ولا مش اصلي، هو اصلا ما فيش رقم، ما فيش سيريال تخدشه عشان تتاكد. طيب ده تحته سيريال اهو، تعالى مليني كده السيريال ده. إيه لحظة واحدة، ده موقع شركة إليفانت فارما. طبعا بتفتح الموقع وبتختار دي اللي هي اوثنتيسيتي دي، اهي 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 باين يا ابني ولا ايه. يلا المهم مليني بقى السيريال. 4 0 2 7 2 7 8 4 3 7 3 7 6 1 3 2 3 2. ماشي، ننقل بقى اللي هو ننقل الكلام ده هنا بقى. ج ال 08. تمام، تعال نعمل فيرفاي برودكت. طبعا الشاشه فيها خطوط يعني اللابتوب بتاع عافيه شويه، يبقى صينيه. لما جاب لي رساله، جاب لي رساله هنا ايه، برودكت از اوريجينال، شايف باينه انت، جاب لي رساله برودكت از اوريجينال، المنتج اصلي. طيب هيجي واحد، اول حاجه هتيجي في بالك واحد ناصح هيقول لك طب ايه اضمن لي ان المنتج ده مش مضروب بس الكود ده متاخد من على علبه اصليه؟ هقول له لا يا خفيف، الكود بيتشيك عليه مره واحده بس، زي كارت الشحن كده. لو جيت تشيك عليه تاني مره بيقول لك تشيك دي بيفور، تشيك عليه قبل كده. تعالى نعمل فيرفاي برودكت، نشيك على نفس المنتج ده تاني اهو. فيرفاي برودكت، قال لك ايه، يور برودكت تشيك وان تايم بيفور، المنتج ده اتشيك عليه مره قبل كده. فهمت؟ لو جيت تعمل تاني يقول لك ايرور. طبعا اهو تعالى نشوف كده، قال لك ايرور اهو، برودكت كانت تشيك اجين. ليه؟ لان المنتج ده اتشيك عليه قبل كده اكتر من مره. فبالطريقه دي محدش يقدر يضرب المنتج، ولا حد يقدر ان هو ايه ياخد الكود من على علبه اصليه ويحطه من على علبه مضروبه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب، وتعملوا لايك للبيج الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك. تمام، واوعى حد يشتري منشطات مضروبة تاني او يضحك عليه تاني. يلا باي باي.